بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه تبع الله إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم أنا بصدد كلمة توضيحية لمن حسنت نيته من إخواننا من أعضاء الحزب أو التيار بصفة عامة باعتبار أن الحوار مع الخصوم الذين يتربصون بين الدوائر هذا ما ما عنده معنى بالنسبة إلي والحوار مع من ساءت نيته كما قال الحسن الثاني رحمه الله هذا كذلك يعني لا يجدي <applause> ولكن كاين مجموعة ديال الإخوان هي المعظم ديال 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 الإخوان ديال الحركة وديال الحزب وديال إلى آخره اللي لما وصل الحزب لما وصل إليه في 8 تنوير 2021 ظنوا اه ظنوا أو أملوا أنهم إلا رجعت الرئاسة ديال الحزب يعني يقدر نتجاوزوا ذاك المرحلة وذاك الضعف إلى وهذا الذي نحاول منذ سنتين. هل نجحنا أو لم ننجح؟ هذا مازال ما جاش الوقت اللي كي نحكم عليه. وإن كانت الأمور في العموم الحمد لله تسير في اتجاه إيجابي. هادو بغيت نقول لهم أنا من النهار الأول فاش جيت رجعت لأن أنا ماشي عاد اليوم قطر بي السقف. أنا من عام ديالكم مرتين قبل هذه المرة ورئيس حكومتكم ديال 2011 وإلى آخره بلا ما نذكركم هذاك التاريخ الطويل ورئيس حركتكم لمرتين إلى آخره آه يعني كتعرفوني وكنعرفكم مزيان كنعرف بلي الحمد لله هذا الشيء ما غيأثرش عليكم نظرا لك لكونكم تفهمون ما أقول وتضعونه في في موضعه ولكن غادي عليكم خصوصا الى بعض الاخوان من داخل الصف لان هذا من الامور التي اسفتني كثيرا يعني خرجوا بعد مده طويله وهم يعني اما ساكتون واما فقط يكتفون ب... بانتقاد الحزب الى اخره خرجوا لكي يقولوا كلاما مشوشا على على باقي عموم الاعضاء ها انتوما مع من تنهضر وانتوما اللي كتهموني خصكم غير تفهموا مزيان وديك الساعات الحكم اللي حكمتي انا قبله ما عندي حتى شي مشكل خص الاخوان ديالنا تفهموا انه اولا ما جيت رجعت كنأكد لكم على شي حاجه سميتها المرجعيه حنا الحمد لله مسلمين في بلد مسلم في امه مسلمه شعب مسلم ولا يعلم له هويه اخرى منذ اكثر من منذ ان دخل الاسلام منذ 14 قرن لاننا من اول الدول التي دخل اليها الاسلام وخصوصا منذ ان جاء المولى ادريس الى هنا واسس هذه الدوله المستقله منذ 12 قرنا، لا يعلمون له اي مرجعيه اخرى الا هذه، هي هذه الاساس. هي هذه الاساس وكل ما جاء بعد ذلك سواء تعلق الامر باللغه العربيه وتعلق الامر ب يعني بي بي بالوحده الوطنيه او الوحده الترابيه او الديمقراطيه، كل هذه الامور كلها في اطار في يعني مقبول منها ما هو مقبول في الاسلام، الاسلام كيبقى دائما هو اللي عنده مركز الصداره، في هذا الاطار هذا ملي كتوقع الأحداث بطبيعة الحال حنا كحزب سياسي تنبينو الرأي ديالنا عملنا مقال عملنا عملنا بيان آه فيه أربعة ديال الصفحات أثنى عليه المنصفون بصفة عامة ولكن الذين سأتنيتهم ما ذكروش ما ذكروش إلا حاجة وحدة اللي هي نقطة ديال الخلاف وهذيك النقطة أنا كنت متوقعها وقلت للإخوان ما الذي يمكن ان يعني يقع بعد أن أن, ان 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 نتحدث فيها؟ النقطة هذه متعلقة ب يعني الاشارة الى امكانية ان يكون الزلزال الذي ضرب المغرب بسبب ذنوبنا ومعاصينا، إذا أنا تكلمت ما تكلمتش على الزلزال ديال الحوز لأن الحوز ما ضربهاش الزلزال بوحدها، ضرب المغرب كامل. أنا الدار ديالي مشات وجات وقلت في هذيك اللحظة ظهر لي اننا من الاموات لسنا من الاحياء اكتفيت بان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل ودرت في البال ديالي غطيت راسي بواحد الخديه صبحت مبارك مسعود ما صبحت شيء الله يهنيني هذا زلزال ضرب المغرب انا كنتكلم مع المغاربه على المغرب ما كنتكلمش على الناس اللي مشاو ضحايا هذوك تيقول فيهم الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وهذوك ما بينهم بينهم الا المحبه والمعزه وهذوك بكيت عليهم قبل من النهار ديال الزلزال هذوك بكيت عليهم هذاك هو النهار اللي بكيت فيه النهار اللي جيت لترودانت وجات لعندي عشرات الالاف من الناس اكبر تجمع في حياتي مر حسب الذي اذكر هو اللي داز في وجوا من هذيك الجبال خبروني الاخوان انهم جوا بالسيارات وجاوب بالكيران وجاوب مختلف الوسائل باش يسمعوا لي وعلاش بكيت بكيت لانني تاثرت لان شفت الحاله ديالهم وعرفتهم بانهم في اشد الحاجه وعرفت باللي واخا انا ديك الساعات ما زلت رئيس حكومه يعني ما عنديش الكافي اللي يمكن لي نعطيه لي نحس الوضعية دي لهم باش نحسن الوضعيه ديالهم سواء تعلق الامر بالطرقات او تعلق الامر بهذه الامور الى اخره بطبيعه الحال تحت الاشراف ديال جلاله الملك هذاك المرة هو اللي فاش بكيت ربما نكون بكيت مرات اخرى ولكن هذاك المره بالضبط هي اللي خرجوا في هذاك الصوره انا كنبكي وهم يسخرون مني تقول لا والله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يتولاهم <applause> فهنا الاخوان ديالنا من المرجعيه ديالنا اللي لا لا تخفى عليكم انتم كتقيلوا تقراوا القران الكريم ترون ان القران الكريم مليء بالحجج والبراهين على ان المعاصي والذنوب قد يعاقب عليها بشكل او باخر انا كنتكلم على المغرب وعلى المغاربه سو يعني هنالك اشارات في القران الكريم كثيره لمن اغرقهم الله سبحانه وتعالى كقوم نوح ولمن يعني يعني عاقبهم بالصيحه ولمن عاقبهم بالحجاره الله سبحانه وتعالى يقول امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور اما منتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير هذا كلام الله سبحانه وتعالى وتقول ما اصابك من حسنه فمن نفسك وما اصابك من سي... ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئتين فمن نفسك القران الكريم الاخوان عامر بهذا الشهادة وانا ما ما حكمتش باللي هذا سببه هو المعاصي والذنوب ابدا انا قلت من بعد ما ذكرت بكل شيء اللي خصنا نعملوه شكرنا جلاله الملك شكرنا المواطنين اللي جاوا عزينا الضحايا الى اخره من بعد هذا الشيء كله قلت قد قد غنقرا لكم النص باش ما ولكن يجب ان نراجع كذلك كي نرجع لانه هو انا بنيت الكلام ديالي في الامانه العامه على قوله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون هذا الرجوع ما كنتش انا كنت كيسحب لي مجرد الكلمه كافيه لا ولكن إن لله هذا ما فيه شك وإنا إليه راجعون يقصدنا نرجعوا له نقولها لكي نعبر عن ما سنفعل ونرجع إليه سبحانه وكيف سوف نرجع إليه سوف نرجع إليه بمراجعة مواقفنا مما أمرنا به ونهانا عنه كيف سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى نمشي لعنده إحنا عنده يجب أن نراجعه والمؤمنين عبر التاريخ والكتب مليانه بهذا كلما وقع لهم شيء صغير او كبير كيراجعوا ريوسهم واش درت شي معصيه تحت الله باش وقع لي هذا الشيء دي والقصه ديال الكهف لا تحتاج الى بيان الذين اصابتهم مصيبه باغلاق الكهف عليهم فذك فذكروا لله سبحانه وتعالى اعمالهم الصالحه ففرج عنهم فالذي من يعني يعني طريقة معاملته للبشر أن يفرج الكروبات بالعمل الصالح كذلك قد يؤاخذ بالعمل السيء فهمتني ولا قد يؤاخذ بالعمل السيء ويبتلي ويعاقب هذا ما فيه شك هذا ما فيه شك ولهذا أنا شنو قلت باش نكونوا زعما واضحين قلت والصواب هو أن نراجع كأمة ما تكلمتش على الإخوان ديال الحوز عافاهم الله اللي بالنسبه لي هما ضحايا في الاغلب بسبب ذنوبنا جميعا كمغاربه ان نراجع كامه ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعنى الفردي ولكن بمعنى العام والسياسي قد علاش لانه واش الله سبحانه وتعالى غايب على هذا الكون غنرجعوا للمنطق ديال ديال اليونان اللي كانوا كيقولوا باللي الله خلق الكون وخلاه ما بقاش كيديها فيه الله سبحانه وتعالى حاضر في كل شيء وهو معكم اينما كنتم ومع كل واحد ولا ولا يقع ولا تقع صغيره ولا كبيره الا ويعلمها والا ويأذن بها والا ويأمر بها سبحانه وتعالى ف الله سبحانه وتعالى بالنسبه لنا حنايا الاخوان سمحوا لي انا كنهضر معكم ك كابناء العداله والتنميه وكمحبين حنايا كنامنوا بلي الله سبحانه وتعالى ما كيحيدش من البال ديالنا وملي كتوقع لنا شي حاجه ديال الخير اش كنديروا؟ كنقولوا هذه هذه حاجه طبيعيه؟ لا كنقولوا الحمد لله وملي كتوقع لنا شي حاجه ديال الشر تنستغفر الله ونستغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا علاش كنديروا الاخوان صلاه الاستسقاء؟ علاش؟ الله ما كاينش ما كاينش ما كاينش في الزلزال، هو المطر كاين فيه ولا ما كاينش فيه؟ غير المطر اللي هو ادنى من الزلزال. كاين ولا ما كاينش الله سبحانه وتعالى؟ علاش كنديروا صلاة الاستسقاء؟ كنديروا صلاة الاستسقاء لأنه ملي ما كتأخر علينا الأمطار وتنكونوا معرضين للجوع وللهلاك فإننا يعني نتوجه إلى الله في حالة من الذل ومن ومن الاستكانة الاست ومن الخشوع وتيقلبوا الناس الحوايج ديالهم تيقلبوهم بمعنى عندك جلابه كتقلبها كتاخذ جلابه بسيطه عندك وكتقلبها على راسك كتقول الله سبحانه وتعالى انا متيب الله انا متيب الله يا ربي سمح لنا وغفر لنا ورد لينا المطار ديالنا رد لنا المطار ديالك عفوا المطار ديالك ردوا لينا فهمتيني ولا لا هذه وكنخرجوا الدراري الصغار الدراري الصغار شنو داروا؟ كنخرجوا الدراري الصغار هما الاولين علاش؟ لان ما عندهمش الذنوب كير خرجوا الدراري اللي كيقرأوا القران هذه هي الامه المغربيه تسمحوا لي يا. انا ما كنتكلمش بالمنطق ديال شي وحدين بلا ما نذكر الاسم ديالهم الاخوان ما كنتكلمش بالمنطق ديالهم هذوك هذوك علمانيين عندهم المنطق ديالهم تيواجهونا به خصوم ديالنا كينتظروا فينا الفرصه والمناسبه ما كنتكلمش حتى على الشرفاء ديالهم لان ما تكلموش هما تكلموا تكلموا ذاك الرباع المعلومه فهمتيني ولا هذو هما اللي تكلموا وثم حنا الا ما نقولوش غنقولوش هذا الشيء الا ما غنقولوش علاش صالحين حنا كاع شو كنسوا حنا في السياسه الا ما غنقولوش هذا الشيء وشنو هو الاشاره الاساسيه في هذا الكلام واسمعوا اسمعوا الاخوان ديالنا مزيان لان هاد الناس اللي حرضوكم واللي كيحاولوا يحرضوكم راه ما باغينش بكم الخير وماشي بغاوكم تنتصروا ولا ما تنتصروش في المستقبل هادو راه ناس اللي عندهم حال بحال حالي بحال بحالي انا بحالكم انتم بحال الجميع ما بقاوش باغينا نتكلموا وخصوصا في هذا الموضوع قلت لكم الاخوان ليس فقط وقد وقد يكون وقد وقع وق وق هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي وانا هذا علاش كنركز ممكن لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها نعم أنا أتكلم على جمع المال بالسلطة الذي تكلمت عنه سابقا وأحدث رجا كذلك أنا أتكلم عن الذين يريدون تشريع إباحة العلاقات الجنسية يعني خارج إطار الزواج بمعنى الزنا أتكلم عن الذين يدافعون عن الخيانة الزوجية نعم هنالك من جاء إلى بلادنا وسمح له أن يدافع عن الخيانة الزوجية وعدم مؤاخذة مرتكبها سواء كانوا رجال أو نساء أنا أتكلم عن الذين يعني 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 يعني, يعني, يعني يسرقون المال العام عن عن الذين جيء جيء بهم على غير على غير منطق وبدون تكوين وبدون وبدون صلاح الى 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 المسؤوليات ولم يستطيعوا الى حد الان ان يقوموا بالحد الادنى من الواجب كاين جماعات هذه عامين اللي ما قدرتش دير البرنامج ديالها واللي ما تصدقش عليه واللي 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 كنتكلم على الناس اللي كيبيعوا ويشريوا المخدرات كنتكلم على الناس اللي كيهدوا المستقبل ديالكم ما تتكلمش دابا على اللي كيشرب الخمر ولا اللي ولا ولا اللي كيفسد ما شافو حد هذاك ما تنهضرش عليه انا كنتكلم وان كان حتى هو داخل هاد ال... هاد الشيء اللي وقع لدى الاخوان هاد الناس اللي كنتكلم عليهم دابا فلتوا هاد المره ياك وكان عندهم حتى شي ضمانه باش غيفلتوا في المستقبل لانه هو الشيء ديال الزلزال هو ديال الله سبحانه وتعالى ولا كاع ما جاش الزلزال راه الموت غادي تدينا واحد واحد ومن اللي غادي يمشيو عند الله سبحانه وتعالى سيسائلهم انا كلامي الذي اقول لهم في مصلحتهم ان يراجعوا انا ما طلبتش منهم يديروا حتى صلاه الاستسقاء انا طلبت منهم غير يراجعوا ريوسهم فهمتي لا خلاوني انا ومشاو تيقولوا للناس ان هذا كيشمت بكم لانه ما صوتوش عليه اش هذا الكلام هذا هذا الكلام واش انا حمق نقول هذا الكلام هذا انا بالعكس انا انا المغاربه احبهم انا مشيت تنحب المغاربه انا الا شفت قطه او كلب في حاله سيئه الا قدرت ن, الا قدرت ن, 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 نسعفو كنسعفو الا ما قدرتش كنتالم ليه وصول الناس اللي 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 كيعرفوني واللي عاشروني واللي كي, واللي كيعرفوا كي هذا الشيء هذا فاحرى الانسان بصفه عامه يكون يهودي ولا نصراني ولا شنو ما أحرى أحرى الإنسان المسلم أحرى الإنسان المغربي أحرى هاد الناس اللي محرومين من الحقوق ديالهم واللي تقطعت القلوب ديالنا من اللي شفنا لأنه حنا ما كنعرفوش هذيك المناطق ما مشينا لهاش هذيك المناطق الداخلية ما مشينا لهاش ومن اللي سمعنا لي فيديو وكنتأثروا ما بقيناش كنقدو نشوفوا لي فيديو لأنه كنبكيو ملي شفت هذيك الطبيبة كتكلم فهمتيني ولا ما عرفتش فيها ولا في ولا في غيرها جاوني الدموع بطبيعة الحال فانا ملي كنتكلم كنتكلم مع المغرب كنتكلم مع المغاربه كنتكلم مع السياسيين بالخصوص كنتكلم مع السيد رئيس الحكومه كنتكلم مع الوزراء كنتكلم مع وزاره الداخليه كنتكلم مع الناس اللي عندهم المسؤوليات هاد الناس هادو اللي عندهم المسؤوليات واللي كيخصهم يكونوا في هاد المواطنين في, المو في, المو في, في, ولو كان كنا ديك الساعات كنقوموا بالواجب وهذه هي ثقافه المجتمع سولوا الناس سولوهم فلهذا انا باغي نقول لكم الاخوان ديالنا المحترمين انا ما كيهمنيش انا ما انا ما جيتش ما جيتش باش نكون امين عام ديالكم بالزمن منكم وانا ما طلبتكمش انتم اللي طلبتوني ما حدني كنمثلكم والكلام اللي كنقول كيوالمكم انا معكم ولو كان في ذلك يعني ما كان ولكن في حاله ما اذا كتشوفوا باللي هذا الكلام اللي كنقول ما قادرينش وما تحملوا النتائج ديالو انا راه ما ليش نتغير ان الروح اللي كتطلع فيه وتهبط هي ديال المرجعيه الاسلاميه انا انسان ضعيف في تديني صحيح ولكن مع ذلك انا احب الله ورسوله وهذا الشيء هذا هو اللي كنعتقد اننا جئنا من اجله باش نذكروا الناس بهذا بهذا البعد وهاد الناس هذو الاخرين علاش كيدافعوا كي الاخوان هما كيدافعوا كي على الفساد هادو تيخصهم ما تقدرش ما تبقاش تقدر تكلم على شي حاجه سميتها الله سبحانه وتعالى في شأن في شأن في شأن العام في الشأن السياسي يعني الله شنو بغونا نحيدوه يعني نلغيوه حنا مؤمنين ما يمكنناش نلغيوه الا بغاو هما يلغيوه يلغيوه هما يلغيوه هما في ف ف ف عقلهم في كلامهم حنا ما يمكنناش نلغيوه حنا به كنآمنوا وكنعرفوا باللي لا صغيرة ولا كبيرة تقع في هذه الأرض إلا بإذنه وإلا بأمره سبحانه وتعالى وكان خافوا منه وكان طلبوه ليل نهار باش يحفظ علينا بلدنا ويحفظ علينا الاستقرار ديالنا ويحفظ علينا الأمن ديالنا ويحفظ لنا الملك ديالنا ويحفظ لنا الدين ديالنا اللي بيه عشنا بي عشنا الإخوان ديالنا وكان شوفوا المخالفات 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 لله هاد قوة المهرجانات ديالاش هاد قوة المهرجانات؟ هاد الفلوس ديال المهرجانات علاش ما تصرفوش في هاد الوجه هذا؟ هاد قوة المهرجانات اللي لها ناس السمية ديالهم كتذكر بالوسخ حاشا السامعين ووصلت ووصلت بعض المرات للسماح بالاعتداء على الاسر وعلى البنات وعلى اشياء مخجلة ومع ذلك حنا غاديين 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 مكسرين هادو شنو باغيين؟ هادو ما 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 المواطن المغربي تبقى عنده الغيره ديال الدين خصو يشوف الفساد والمنكر ويسكت ولا شفنا الفساد والمنكر وسكتنا الاخوان راحنا مهددين بالزلزال وباكثر من الزلزال انا تنقلها لكم ونعاودها لكم الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اذا ما امرناش المعروف وما نهيناش على المنكر ما كنستحقوش هذه السبيه هذه وتؤمنون بالله هذا هو هذا واما انا انا نقول لكم انا هذه الطريق هذه انا انا راني ما صغير هذا دخلت له دخلت له انا ابن العشرين بل انا هذه الشهاده ديال ديال التعاطي مع المسجد ومع كلام الله ومع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع وتبليغه الى من استطيع في الاسره وداك الشيء اللي كانت عندي خمس سنين واحد النهار جيت من الجامع لقيت واحد المراه في الدار كتكمي قلت لها فلا باش نقول لك لكم السبيه اللي قلت لها فهمتيني ولا لا. مرات كذا وكذا كتجي لي شي حاجه راه 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 الفقيه قال لنا المراه الا كانت كتكمي راه اش تيوقع اش تيوقع وانا وانا عمري خمس او ست سنوات انا هذا الشيء باش كبرت وهذا الشيء اللي كنحمد الله سبحانه وتعالى عليه اشكره واثني عليه لأنه عيشني فيه وهذا الشيء اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يحافظ يحفظ لي عليه حتى القاه وان يغفر لي من طبيعة الحال هذا هو اما 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 اذا كانوا لي نسكت يمكن ليش نسكت الا اذا غلبت ديك الساعه امري الى الله سبحانه وتعالى فلهذا انا تنقول لكم الاخوان الاخوان للعالم. انتبهوا والقرار اللي اللي بغيتيه انا معكم موافق عليه موقع عليه سلفا وبغيت نقول للاخوان ديال الامانه العامه البارح كنت غنخرج بلاغ تنقول لكم انتم ما معنيينش بهذاك الشيء الكلام اللي خرج هذاك الفقراء الفقره بالخصوص هذيك كنتحمل تحمل مسؤوليتها بوحدي حتى واحد من الامانه العامه ما كيتحمل مسؤوليتها معايا الا من اراد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته